المشكل اللي عندنا في سيدي معروف مع هذا السيد هذا فتح صناك، درنا به شكايات متعدده للقائد الملحقه الاداريه سيدي المستقبل، الدائره ديال سيدي معروف، العماله ديال عين الشوق، الجماعه المقاطعه ديال عين الشوق، الولايه الدار البيضاء الكبرى عند السي مهيديه، العمده. هذا السيد هذا لان كنعانيو معاه بزاف ديال الاضرار من نهار تفتح هذا المحل وحنا كنعانيو. اولا بغى يستغل لينا الدخله ديال الباب، لان دار واحد الباب محادي باش يدخل منه السلعه ديالو هذا، زائد ان حلت واحد اللجنه لقات عنده 17 بوطه تقريبا، 17 بوطه كيطيب تما كاين البوطه. حنا هذاك البوطه غضرنا، لان الا وقع شي مشكل شي حريق ولا شي هذا غادي يضرنا تما، زائد الروائح الكريهه، لان الروائح ديال الطبخ وهذا، لان كيطيب في هذيك البنايه اللي دار الخارجيه احتلال الملك العمومي بشكل صارخ. ما عرفناش هذا السيد من كيستمد هذه السلطه ديالو، وشكون هاد الناس اللي كيتستروا عليه، ما عرفناش اشنا هو هذا. زائد انه بدا ما كيحل حتى الثلاثه ديال الصباح، هو حال الضاجي الصداع، ما بقيناش كننعسوا معاه، ما عرفناش هذا السيد هذا من كيستمد هذه السلطه هذه. استقبلنا السيد القائد ديال الملحقه الاداريه المستقبل المشكور، دار واحد اللجنه هي اللي جات، لجنه مختلطه فيها الناس ديال الوينو، فيها الناس ديال الوكاله الحضريه، فيها الناس ديال العماله، فيها الناس ديال الشرطه الاداريه، داروا واحد المحضر ديالهم، خرجوا بواحد الملاحظات، واحد التوصيات عطاهم لي باش ينفذ. لحد الساعة ما نفذ والو، عطاو الأجل الأول، الأجل الثاني ما نفذ حتى حاجة، لأن 17 بوطة أنا هاجس عندي، أنا 17 بوطة راه كاميو ديال البوطات هذاك، ما زعما وهاد الجهات كاملين وجهنا لهم، إلا مقاطعة ديال عين الشوق جاوبونا، قال لك اودي جواب على الرسالة ديالكم، الشكاية ديالكم اللي وجهتوا لنا، بأن هذا راه خصنا ليه صناك، ماشي ريستورون، صناك، زائد أن هذيك البناية راه غير قانونية اللي يدير على برا. دابا وتال التعلية ديال السطحية، الزليج لتحت وهذا داروا عالي، دابا ولا كاع ديك المياه ديال الوساخ الزيوت وهذا ولات كتسرب عندنا حدا الباب. كناجلوا السلطات تدخل باش يرفعوا علينا هذا الضرر هذا، لأن شحال غادي نتسناو؟ دابا راه تقريبا شهرين باش حطيت لهم الشكاية ديالي، ما كاينش شي تجاوب، ما كاين حتى حاجة والو. رغم ان راه الحملات راه معروفه في كازا كامله، في الدار البيضاء كامله، حملات تحرير الملك العمومي. واش هذا السيد هذا راه في شارع رئيسي، شارع ابو بكر القضيري، واش ما شافوا حتى واحد؟ ما كيدوز حتى مسؤول من هنا، ومن اللي كنهضروا معاه هو حبيا في الاول وهذا، قال لي سير فين ما بغيتي، وهذوك لي كونطوار مدورهم، ولا الناس كيسربي لهم في الباب، في الباب كيسربي الماكله، اللي بغى يتسلم شي طلبيه ديالو تما كاينه كيجي يتسلمها من الباب. اش غادي نبداو نضربوا حنا مع الزبناء مع الكليان؟ قول لي لا حيد الله، الله يرحم باك، راه غادي ندوز، ما زعما راه واحد الحاله يرثى لها.